فكلمة الخلاص دي مش بتيجي ما هي دي من معايير برضو الخلفة، ان انا لازم يكون ماديا مرتاح ان انا هعرف اصرف على طفل، وانك تكون في وضع ان انا اكون مرتاح نفسيا وماديا فوق الستين علشان. لا خلينا نكون متفقين، نحن اول ما بنتخرج من الجامعه بيبقى عندنا حماس كده وفايبس ان احنا عايزين نعمل ونروح ونيجي ونخرج ونتفسح، دي مش هتبقى موجوده بعدين. احنا بنوصل لل 30 او بعد اخر ال 30 بتبقي احلى حاجه ان انت تقعدي في الاوضه، لا بجد تاخدي اجازه كده تقعدي تريلاكس تشربي كوبايه القهوه بتاعتك وخلاص. احنا بنوصل للمرحله دي كده كده بنبقى اهدى، لكن انت في الاول بيبقى عندك فايبس كتيره وعندك حاجات كتيره، وبعدين لما بتتجوزي اول ما بتتخرجي ما هو خدي بالك الاهدى ده بيبقى عايز برضو حياه هاديه، مش كائن صغير بيجري هو وراه البيت وبنجري وراه ده اللي انا فيه دلوقتي، ده اللي انا فيه، انا 42 سنه عايزه البيت هادي الشقه هادي، انا ما بعرفش اقعد نص ساعه على بعضيها. ما خلينا نكون متفقين دي مالهاش دعوه بس. يعني في ناس مثلا ممكن تبقى 20 بالزبط. 20 وتحسيها انها تو اولد، وحد تاني فوق ال 40 انا معاكي بقى جدا في الحكايه، صح كده؟ انا اكبر مثال ده مش كده برضه من ال 20 ولا فوق ولا بعدين ولا لا يعني يعني انا مش 20 طبعا يعني، بس عندي الطريقه بتاعت ان انا ما عنديش المشاكل بتاعت انه ياه مش قادر، لا عادي بالظبط يعني بحب وقتي وكل أكيد حاجه أكيد. بس بفرق برضه عادي جدا، يمكن عشان ما اتجوزتش ما اعرفش بقى، يمكن لو اتجوزت الموضوع يختلف. لا هي مالهاش دعوه، دي شخصيه اتيتيود، ان كل واحد ليه الاتيتيود الخاص بيه. ايه رايكم نعرف من الناحيه البيولوجية بقى يعني